الحمد لله أثنى على المصلين، بل جعل الصلاة شعارا للدين. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون بفعل ما يقربكم إليه ويعلي درجتكم عنده ويرضيه عنكم. أيها المؤمنون، موضوع جد خطير له مكانة عليا في دين الإسلام ومنزلة رفيعة فيه، ألا وهو موضوع الصلاة. فإن الصلاة ركن أصيل من دين الإسلام وأصل متين من هذا الدين، ولذلك يحرص المؤمنون على المحافظة عليها، فهي شعار الإيمان وهي سبب الفلاح. انظر لقول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ويقول جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ويقول سبحانه: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وقد وردت نصوص كثيرة في الترغيب في أداء الصلاة، وخصوصا مع الجماعة في المساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وجاء في سنن أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقوقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، صححه ابن حبان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، رواه مسلم من حديث عثمان. وحينئذ يبادر المؤمن إلى صلواته محافظا عليهن، مؤديا لهن في أوقاتهن، قائما بأركانهن وواجباتهن، محافظا على سننهن، يؤدي الصلاة محافظا عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على صلاته كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف، كما رواه الإمام أحمد. ولذلك نحرص على أداء الصلوات بشروطها وأركانها وواجباتها، ونحافظ على الصلاة في المسجد امتثالا لقوله تعالى: واركعوا مع الراكعين. أيها المؤمنون، هذه الأيام أيام طال ليلها وقرب وقت فجرها، ولذلك لتكن صلاة الفجر مما تحافظ عليه، وابتدئ بذلك في هذه الأيام. درب نفسك على حضور الصلاة، صلاة الفجر مع الجماعة، ابتداء من هذه الأيام. فإن صلاة العشاء في الساعة السابعة وصلاة الفجر في قرابة الساعة الخامسة، بينهما وقت طويل
يتمكن البدن من الأخذ براحته، بل يستطيع أن يبذل شيئا من وقته لصلاة ليله. إن صلاة الفجر لها مكانة عظيمة، ولها فضل كبير، ولها منزلة عالية. يقول الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه في ذبع من ذمته بشيء يدرك، ثم يكبه الله على وجهه في نار جهنم، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جندب رضي الله عنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، كما رواه الإمام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. فيا أيها المؤمنون، الله الله بصلواتكم، خصوصا صلاة الفجر، تدربوا من أيامكم هذه ما يكون منطلقا لكل عامكم بالمحافظة على صلاة الفجر كما وردت النصوص بالترغيب فيها وعظم فضلها وأجرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، كما رواه ابن ماجه من حديث سمرة بسند صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، كما رواه ابن خزيمة في صحيحه. فالله الله إياك أن تستهين بهذه الصلاة العظيمة، صلاة الفجر، فيدخل النفاق إلى قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، رواه البخاري ومسلم. فالله الله بهذه الصلاة عباد الله تكون من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رفع مكانة الصلاة في الدين، وجعلها ركناً ثانياً بعد الشهادتين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، اتقوا الله جل وعلا بالمحافظة على شعائر دينكم، اتقوا الله بالمحافظة على صلواتكم وأدائها في أوقاتها في المساجد مع الجماعة، اتقوا الله جل وعلا ببذل الأسباب التي تجعلكم تؤدون هذه الصلاة في الجماعة في المساجد مع الجماعة، من النوم باكرا، ومن اتخاذ الوسائل المعينة على الاستيقاظ، فإنكم تؤجرون بذلك ولو لم يتمكن الواحد من الاستجابة لها. أيها المؤمنون، إن المؤمن بأدائه لصلاة الجماعة بأدائه لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد يحوز أجرا عظيما، فكل خطوة له بها حسنة، ويكفر الله بها سيئة، وانتظاره للصلاة يكتب له فيه أجر الصلاة،
وعندما يصلي مع الجماعة تكون صلاته أفضل من صلاته وحده ب27 درجة، وعندما يؤدي سنة الفجر يحوز الأجر المضاعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر يعني السنة خير من الدنيا وما فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على سنة الفجر حضرا وسفرا. ألا صلوا عليه أيها المؤمنون، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم محكمين لكتابك عاملين بسنة نبيك. يا رب العالمين، نسألك بفضلك وإحسانك أن تؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم أعنا على أداء الصلوات في أوقاتها. اللهم اجعلنا من المقيمين لها في المساجد مع الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من المحافظين على صلاة الفجر، اللهم اجعلنا من المحافظين على صلاة الفجر، اللهم اجعلنا من المحافظين على صلاة الفجر. اللهم ارفع عنا سائر الذنوب والمعاصي، وادفع عنا المحن والزلازل وشر الفتر ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا غيثا مويثا هنيا مريا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.